أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في موجتها الثانية، مع استمرار النهج الحكومي بقمع التظاهرات في بغداد والمحافظات، حيث تواصل قوات الأمن الحكومية مدعومة بالميليشيات باستخدام الأسلحة المميتة ضد المتظاهرين العزل رغم الإدانات الدولية والحقوقية. يسعدنا أن نستضيف في هذه التغطية الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بك. وعبر الهاتف من ساحة التحرير الناشط المدني الأستاذ علي عزيز. أستاذ علي، مرحبا بكم. يبدو أن الاتصال غير جاهز حتى هذه اللحظة. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية التي سنتناول فيها ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في موجتها الثانية. دكتور، نبدأ من هناك مطالبات من أرباب العملية السياسية يتحدثون لابد من إجراء تعديلات دستورية. أليس هم من يعني وافقوا على الدستور بإملاءات أمريكية إيرانية؟ كيف يطالبون الآن بتعديل الدستور الذي وافقوا عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، هم أساسا لا يريدون لا تعديل الدستور ولا يرد في بالهم تعديل الدستور ولا تغييره ولا أي شيء من هذا القبيل. لكن التظاهرات التي خرجت، هذه الانتفاضة التي خرجت وأهل العراق من عام 2003، يعني من عام 2005 من الاستفتاء على الدستور لحد الآن، استفتاء المزور على الدستور لحد الآن، أهل العراق يطالبون بإلغاء هذا الدستور. لأنه كل شعب العراق وجد انه هذا الدستور واحد من اسس البلاء والكارثه التي حلت بالعراق. طيب، هذا الدستور هو اللي بنى المحاصصه والسياسات المبنيه على المكونات عرقيه وطائفيه وبهذا الاتجاه. فبالتالي الشعب عندما يقرا هذا الدستور ويرى تطبيقاته على الارض يجد انه هذا الدستور صنع ليخدم هذه الطبقه السياسيه ويخدم مشاريع اجنبيه ولا يخدم العراقي ولا يخدم الوطن ولا يخدم المواطنة. بالعكس، ضيع الوطن، ضيع الهوية الجامعة، رفع قضية الهويات الصغيرة الفرعية الطائفية المناطقية القومية بهذا الشكل الحقيقة. الشعب عندما خرج في هذه التظاهرات في هذه الانتفاضة من 1 تشرين ولحد الآن يطالب بإلغاء الدستور. هم يريدون أن يلعبوا يحاولون تضليل الشعب، هكذا يعتقدون. فيتحدثون عن تغيير تعديل الدستور. طبعا هذا قضية تعديل الدستور كذبة أيضا، حتى لو قبل الشعب في هذه القضية هم لا يستطيعون تعديل الدستور. هذه كذبة كبيرة. سبب دكتور؟ تشكيل لجنة. سأقول لك السبب. نعم. تشكيل لجنة وبرئاسة فلان، ما أعرف من هو تيار الحكمة وما لهم علاقة. وحتى وكثير من أساتذة القانون وأساتذة القانون الدستوري رفضوا المشاركة في هذه اللجان لأنه ضحك على الناس. هذه القضية في الدستور، هناك لماذا لا يستطيعون تغيير هذا الدستور؟ هناك في الدستور عندما كتب هذا الدستور، هذا استند إلى يعني قانون إدارة الدولة. طيب، اللي أعد الأمريكي اليهودي. وأعد الدستور بناء على هذا قانون إدارة الدولة الحقيقة. ففيلدمان اللي أعد فيلدمان، هذا الشخص الشاب الأمريكي اللي في وقتها وهو أصوله يهودية، أعد لهم هذا الدستور اللي مبني طبعا للتناقضات. والغريب أن الدستور الأمريكي مبني على المواطنة، لكن في الدستور العراقي يبنوا على المكونات، وكأنه العراق حالة فريدة من نوعها بمكونات. ما كل دول العالم أكثر من العراق، وهذه الهند وهذه إيران. صحيح. وكل دول الدنيا فيها مكونات وفيها أعراق وفيها ديانات وفيها مذاهب، لكن في العراق القضية أخرى، لأن العملية السياسية اللي رادتها أمريكا يجب أن تكون بهذا الشكل. عموما في هذا الدستور، من عندما وضع هذا الدستور وضعوا أبواب بمفاتيح قفلت ورميت بالبحر. لا تستطيع أن تغير هذا الدستور فقرة واحدة به، لا تستطيع أن تغيره، لأنه وضعوا به آلية صعبة جدا بالتغيير. طيب، أنت عندما تريد أن تغير يجب أن تحصل على موافقة ثلاث محافظات. إذا اعترضت ثلث هذه الثلاث محافظات، إذا اعترضوا لا يمكن تغيير هذه المادة. فبالتالي أنت أمام
حالة أشبه بالمستحيلة، لأنك ستجد أن هناك من له مصالح في هذا الدستور، وبالتالي هناك ثلاث محافظات، يعني خذ الأكراد، نعم، الأخوة الأكراد، الأحزاب الكردية ستسعى إلى عدم تغيير، وهي تقول هذا، تقول علنا لن نغير هذا الدستور إذا ما مس في مصالحنا. طيب إذا ما مس في مصالح، ماذا سيغير في الدستور؟ يعني ماذا، عن ماذا تتحدثون إذن؟ ما هو التغيير في هذا الدستور إذا قضية المكونات باقية مثل ما هي، لأن تخدم الأخوة أحزاب، الأحزاب الكردية، صحيح، يعني مو الأخوة الأكراد، لكن الأحزاب الكردية، مو شعبنا الكردي، لا، الأحزاب الكردية إذا تخدمهم، وتخدمهم هذه وجودهم بهذا الشكل واستقلاليتهم بهذا الشكل، ويقولون هذه مصالحنا وهذه مكتسبات حصلنا عليها ولن نتنازل عليها. طيب. فإذا هذا الدستور يحمي المصالح الذاتية لهذه الأحزاب، فلن يتنازل عنه، لن يقبلوا بأي تعديل. إذا من البداية سيكون هناك اعتراض على هذه، وثلثي هذه المحافظة لن تقبل، وهذا انتهينا. وإذا مردنا أن نحصل على هذا المسألة قبل التغيير، يجب أن تطرح، أن تأتي بهذه المادة اللي هي ثلثي المحافظات، ترجعها إلى استفتاء شعبي، طيب، الشعب كله يوافق عليها لإلغاء هذه المادة، وبعد ذلك تعمل على تغيير الدستور. أولا نرفع هذه المادة من الدستور، ألغي هذه المادة. حتى تلغي هذه المادة لن توافق الأحزاب الكردية على هذا الموضوع. إذن أنت وهذه معروفة للجميع ويعرفوها، وهذول بالبرلمان يضحكون على الناس، يحاولون تضليل الناس، ويعتقدون أن المتظاهرين بلا عقول. هؤلاء الشباب يمتلكون عقل ورؤية، يمتلكون بعد سياسي وقراءة دقيقة للواقع، ويعرفون كل شيء. هؤلاء بينهم المثقف، وبينهم أستاذ الجامعة، وبينهم المهندس، وبينهم الجميع، يعرف جميع فئات يعني الشعب موجودين، نعم. هم خرجوا وهم مدركين، وعيهم عالي جدا، أعلى من هذه الحكومات وأحزابها وقواها. طيب. فلذلك نعم. قضية تغيير الدستور وتعديل الدستور وإصلاحاته كذبة كبيرة من البداية. طيب دكتور، ما دام ذكرت المتظاهرين، ينضم إلينا الناشط المدني الأستاذ علي عزيز. أستاذ علي، مرحبا بكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. أنت من ساحة التحرير، يا ريت لو تبلغنا عن تطورات المشهد، مشهد التظاهرات في ساحة التحرير وبقية الساحات مثل ساحة الخلاني، جسر السنك، شلون الأوضاع يمك؟ طبعا بالبداية أسلم عليك، وخصوصا أسلم على ضيفك اللي أنا دا أسمع، يمكن هاي يعني فترة الانتظار دا أسمع يتكلم عن الدستور، نعم، ومستحيلية تغييره لأن كتبه بطريقة احتيالية مختلفة، نعم، حتى يضمنون بقائهم. فإذا بس تسمح لي أعلق على هذا الكلام، أعقب عليه لمدة 10 ثواني وأنقل لك. تفضل 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 أخي العزيز. اولا مرحبا يا ضيفنا الاستاذنا العزيز. هذا الدستور اللي وضعوهم بهالطريقه التحايليه المحترفه، صدقني يا سيدي، هي شلون ما انت تنظر لها فكلامك صحيح جدا، وهم يعني مبكلين تبكن لهذا الدستور، لكن بدمائنا وبارواحنا وشهدائنا رفضنا هذا الدستور جمله وتفصيلا. هم نعم، ماذا يسوون؟ نعم، ماذا يستوعبون؟ شنو معنى كلمة انه الشعب ثار عليهم؟ نعم. هم اجوا كلهم هذول على ظهور الدبابات الامريكية، وتخيلوا نفسهم راح يصيرون ملوك العراق. حتى وصلت فيهم المرحلة لانه اليوم اولادهم استلموا مسؤوليات اكبر مما كانوا يحلمون بها هم. فلذلك احنا ثرنا، وهاي دماءنا، وهاي شهدائنا، هي اللي راح تمسح الدستور من اول حرف كتبه الى اخر حرف كتبه. نعم. هم ناس مستوعبين، وهذا الدستور باطل، كتب يظل حكومة احتلال، وكل ما بني على الباطل فهو باطل. نعم نعم. الأوضاع في ساحة التحرير شلونها اليوم، ساحة التحرير وبقية الساحات؟ احنا الأوضاع عن ساحة الخلان، يعني أحكي لك، يعني المنطقة ما بين جسر السنك وساحة الخلاني، يعني دائما تلقي أنت تصير موجة ضرب رصاص حي عنيف علينا، وإطلاقات الغاز السامة علينا، تصير عملية هاي اللي مثلا تطول عدة 10 دقائق ربع ساعة، نقطة الشهيد، نقطة الشهيد، لأن يعني اليوم طلعت معتقلين خطية. نعم. اعتقلوا شباب، والله يا أستاذ لو تشوف طريقة الاعتقال، يعني كأنما يعني يعني العفو على هذا التشبيه، كأنما يعني صعدوا أرنب وهدوا عليه كلاب الطيب. نعم. والله يعني من كل يعني فد 50-60 واحد يضربون بشاب عمره 16 سنة، والله العظيم من يقعد على التكتك يسوق يخلي مخده جوا، لأنه ما ينوش المدرج له. صحيح يا أخي، يعني نعم. هذا ظلم. صحيح. احنا موجودين ومتواجدين، لا نزال في ساحة الخلاني، احنا تقدمنا في ساحة الخلاني
واحنا حاليا تقريبا يعني استعدينا الصفات الكونكريتيه اللي هم خاليها. نعم. يعني والله مع الاسف خلونا نحكي في المنطق. طيب. هذول والله اثبتوا للعالم، بس العفو بس دقيقه، اثبتوا للعالم كله ان هم قطاع الطرق. نعم. شوف هم يقطعون الطرق والحواجز الكونكريتيه مو احنا. ويا ريت يا ريت لو هم ذول اللي بنوا هاي الشوارع، يا ريت لو هم ذول بنوا رصيف، هذول بس بنوا هاي الصفات الكونكريتيه حتى يحمون نفسهم. طيب أستاذ علي، أنا حرجع لك بعد قليل، أنتقل إلى الدكتور رافع الفلاحي. دكتور، يعني موقف وزارة الخارجية الأمريكية تدعو، يقول لك أريد تسوون انتخابات مبكرة، لكن عادل عبد المهدي علق على هذه الخطوة، قال بأنه حتى لو صير انتخابات مبكرة ما إحنا باقين حكومة تصريف أعمال. إذن ما الغاية من دعوة إلى انتخابات مبكرة؟ أولا لاحظ أستاذ محمد، هذا الشباب اللي خرج، هذا الشباب بهذا الوعي العالي جدا، هذا الشباب العابر للطائفية، العابر لكل هذه الأمراض اللي جاءوا بها من عام 2003 لحد الآن، لكل هذه الترتيبات المعيبة التي لا تشبه العراق، التمزق هذا اللي صنعوه بالعراق هذه الأحزاب وهذه القوى وهذا الفكر المشوه اللي حاولوا يبثوه، هذا الشباب اللي خرج بواحد تشرين وما بعده ولحد اليوم شباب فاجأ العالم كله بهذا النقاء، بهذا الصفاء، بهذه الروح الطيبة، بهذه الوطنية العالية، بالإصرار على التضحية، بالإصرار على الهدف، ثابتين على الهدف وقافلين على هدفهم. نعم. وعارفين وين رايحين وغير قادرين. لذلك من الصعوبة أن أضللهم، من الصعوبة جدا. يعني عندما أتحدث هسه ضيفك من ساحة التحرير، والله يحفظه ويحفظ كل شبابنا وولدنا. نعم. هناك وبناتنا وشيابنا ونسائنا وامهاتنا واخواتنا الله يحفظهم كلهم جميعا، عندما تحدث قال انه احنا عارفين وين، يعني احنا هذا الدستور، هم من البدايه يعرفون انه هذا الدستور مصيبه كبيره ويريدون يمزقوه يذبوه بسلات المهملات. طيب. وحقيقه والعمليه السياسيه هي هذه اللي جابت هذه كلها الامراض والفيروسات، يجب ان تغير ويعود وجه العراق الجميل، يعود المواطن العراقي معتز بوطنه، مو متفضلين عليه. نعم. ما حد متفضل عليه الان ورا ثورتهم، تعال نعينكم، تعال يضحكون على العالم، طيب وين كنتوا عن هذه القضيه؟ وبيش تعينوهم وشلون تعينوهم وانتم الاموال كلها مديونين واقتصاد مشوه ووضعيه؟ فبالتالي هذا الشباب إصراره وثباته بالساحات هو من أجبر العامل الدولي للتحرك. أمريكا لا تريد، أمريكا تريد هذا الوضع أن يستمر، أن يستمر العراق في نومته هذه، في خسارته، في خذلانه، في انكساره هذا، وانكسار شبابه، وانكسار آماله، والأفق كله مقفول، الحاضر والمستقبل مقفول أمامه. لكن هؤلاء الشباب هم الذين أجبروا أمريكا وغيره، وسيجبرون العالم كله للإصغاء لهم. يعني كل العالم مساند لهذه الحكومة ولهذه العملية السياسية ولهذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه القوى التي طحنت بالشعب وفسدت وسرقت أمواله وسرقت خدماته وكل سرقت حياته كلها وسرقت من عنده أعز شيء هو الوطن. لذلك المتظاهرين نريد وطن، نريد وطن. نعم. وهذه كلمة كبيرة وعميقة في معانيها، فهم يعرفون هذه المسألة. إصرار المتظاهرين هو من استدعى العامل الدولي. نعم. العامل الدولي يعرف الآن، أمريكا تعرف وستعرف والأمم المتحدة ستعرف، وسنتحدث عن الأمم المتحدة. نعم. والعالم كله سيعرف أن هؤلاء ذاهبون إلى الثورة، هؤلاء ثورة ضد هذا ويريدون التغيير. نعم. ولن تستطيع هذه الحكومات أن تضللهم، لا تستطيع هذه العملية السياسية ولا أحزاب أن تضللهم وتوقفهم عن طريقهم. فالآن المواجهة بين هذه القوى الباغية الفاسدة المخربة وبين الشعب. نعم. وصولا إلى حالة أن العامل الدولي كله والإقليمي سينقلب ويقف مع المتظاهرين، مو خوفا على المتظاهرين. نعم. ولا خوفا على مصالحه، مصالحة. لأنه بالأول والأخير العراق بلد مهم وبلد بمصالح وبمشاركات وبنفط وبكل هذا. فبالتالي عندما يتحرك العامل الدولي لنصرة المتظاهرين، للدفاع عن المتظاهرين، مو حبا بهم. نعم. لكن استجابة، اللي هو يعرف انهم ذولا مصرين، اصرارهم هو اللي اجبره، وهم يعرفون هاي مجموعة المتظاهرين لديهم عقول ورؤية انه باصرارهم سيجلبون العامل الدولي. نعم. وستكون مظلة العامل الدولي مظللة عليهم لكي ينتصروا بثورتهم ويغيروا البلد. فحديث عادل عبد المهدي احنا باقين، لا مو ما باقين، هؤلاء لن يبقوا حتى ان استطاعوا لا سامح الله.
حتى ان استطاعوا لا سامح الله 100 مرة 1000 مرة لا سامح الله، اذا استطاعوا ان يقمعوا هذه التظاهرات ستولد هذه التظاهرات مره طيب اخرى. طيب دكتور أخرى. بشكل سريع حتى اعود الى الاستاذ علي، تعتقد انه يعني دعوه وزاره الخارجيه الامريكيه باجراء انتخابات مبكره راح توافق عليها هاي الحكومه؟ هي لا تريد ان توافق على اي شيء، لكن هي ستجبر. هؤلاء الذين هذا اللي نعم. اللي اقوله، هؤلاء الذين تظاهروا، هؤلاء المنتفضين، هؤلاء الشباب الجميل، هو من سيجبر. هذا الخوف يسكنهم هم. نعم. لماذا يواجهوهم بالسلاح بالقتل نتحدث الان عن نعم. القتل والاعتقالات، لماذا مرعوبين؟ لانه يعرفون ان القضيه الان وصلت الى الحد، الى النقطه الحرجه، ستنقلب الحال. وهذه خذ تاريخ دول كثيرة صحيح. وحكومات كثيرة انقلبت وانتهت، وسأتحدث عن نموذج نعم. حدث خلال يومين طيب. الماضيين. أستاذ علي عزيز، المتظاهرين طبعا وثقوا عمليات إطلاق عناصر أمنية النار على المتظاهرين العزل في بغداد، وأيضا تنقلها بشكل مستمر قناة الرافدين الفضائية من فكت بأنها تنقل كل الأحداث الجارية في ساحات التظاهر في بغداد وبقية المحافظات. لكن ليش القوات الأمنية يعني مستمرة على قمع المتظاهرين بالسلاح؟ هل هو بعدهم يعني أو هم يخافون مثل ما ذكر دكتور رافع بأنه خايفين على مصالحهم، وبالتالي فهم يستخدمون العنف والإطلاقات النارية وحتى قنابل الغاز المسيلة للدموع التي توجه على رؤوس وصدور المتظاهرين، خوفهم على المناصب وخوفهم على يعني المنجزات التي يعني حصلوا عليها، وذلك من خلال يعني عملية المحاصصة الطائفية، بث الطائفية داخل المجتمع العراقي، السرقات والفساد وغير ذلك؟ سيدي احنا ثورتنا وانتخاباتنا تعرفون بديناها يوم 1/10/21 نعم. واستطاعوا وتمكنوا ان يقمعوها عن طريق المجرمين اللي عندهم القناصة وعن طريق القضاة المرفوعة مباشر. فاحنا عودتنا بيوم 25/20 بصراحة بهذا الزخم اربكتهم، لانه هو منو انت عندك اليوم الدائره السياسيه بالعراق منو؟ يعني اما جزء يعتبر ايران هي الام الحنون، اما جزء يعتبر امريكا او تركيا الام الحنون. خلينا نحكيها مثل ما هي. نعم. يا اخي طيب هذول كلهم اليوم ارتكوا العمليه احنا سويناها والتجمع اللي صار عندنا بالليل وثاني يوم الصبح وبالنهار، يعني اربكهم كلهم، فلذلك هم يقاتلون في سبيل بقائهم. هذول اذا ما يبقون هم فيعرفون نفسهم وراهم محاكمات وراهم انه يعيدون الاموال المسروقه ووراها يبقى دم الشباب العراقي من 2003 اليوم رقبتهم هم. يعني شوف انا اقول لك شغله، هم هذول اللي يتصورون انه احنا ما نعرف نحكي وما عندنا اسلوب واحنا كذا واحنا جهال صغار الدوره مال مصعطه. انا قالوا لي يعني عده اشخاص منهم خابرني قال لي شنو هذول الشباب؟ شنو هذول؟ لزموهم عيب اللي يرجعون لبيوتهم. احنا اليوم الوعي عندنا، احب انه اقولهم احنا اليوم دزينا ناس للبرلمان الاوروبي، دزينا واقمنا دعوه بمحكمه الجنايات الدوليه بلا هاي عن طريق ابرع المحامين العرب، واقمنا الدعوه على الحكومه اللي قتلتنا ووثقنا الدعوه بالصور وبالفيديوهات وبالادله وبالتقارير الطبيه. احنا اليوم وصلنا الى مرحله العالم اليوم احنا جبرناه يسمعنا. يعني انا وجهت نداءات شخصيه قبل 3 ايام في ليله المحنه، في ليله اللي كانوا فيها ناويين يقمعون الانتخابه، وجهت نداءاتي ترجمت الى عده لغات، ونتيجه هذا طلعت المظاهرات القاربه بكل اوروبا حلو شوف انت، ومنظمه العفو الدوليه دخلت، وحتى الامم المتحده غيرت كلامها، حتى ترامب الرئيس الامريكي شفته يقول يدعو انتخابات مبكره. طيب يا اخي انت جبتهم، انت من تدعي انتخابات مبكره شنو السبب؟ ما عندك بديل جاهز تجيبه، ولا دول انت جبتهم؟ يعني احنا بالله عليك اسالك سؤال، يعني مثلا انت اليوم الاراده الشعبيه هل هم يتصورون انه غير قادر على ان تطرد الاراده الحزبيه؟ كلا، الاراده الشعبيه اقوى من الاراده الحزبيه. احنا اليوم نريد عشائرنا العربيه تنتزع ثورها اللي تلبسها منها الميليشيات. نعم. استاذ علي حرجع لك، لكن انتقل بالسؤال الى الدكتور رافع. دكتور، الأمم المتحدة طالبت حكومة بغداد بالتحقيق في جرائم الخطف والقتل والكشف عن مرتكبيها،
جنين هانس بلاسخارد قابلت المرجع الديني في النجف علي السيستاني وقالت إذا لم تقم الرئاسات الثلاث بإصلاحات سيكون هناك طريق آخر. شنو هذا الطريق الآخر اللي تقصده؟ يعني قبل هذا سأجيبك على هذا، لكن أريد أن أقوله هو الموضوع يتعلق بالأمم المتحدة والعالم. نعم. هذا الرأي العام العالمي اللي يعني صورة العراق مغيبة عنده، ولا يريد أن يتحدث عن العراق. نعم. والعراق أسحبوه إلى الظلمة، وهؤلاء الشباب يجبرون العالم كله على سحب العراق مرة أخرى تحت الضوء. طيب. يضعون العراق كله تحت الضوء ويجبرون العالم أن يشاهد العراق. هذا اللي جرى بالعراق، وهي مأساة العراق. أريد أن أقول في بوليفيا. نعم. في 11 جرت انتخابات، قبل 11 جرت انتخابات، ويوم 11 أعلنت الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وفاز فيها رئيس بوليفي. طيب. الشعب لم يرضى بهذه النتيجة، اعتبر الانتخابات، وهذا الرئيس طبعا للدورة الرابعة يفوز، اعتبر أنه الانتخابات مزورة وأنه الشعب ما يريده. طيب. وخرج الشعب بتظاهرات في بوليفيا. نعم. العالم كله والأمم المتحدة كلها تناشد إسقاط الحكومة، التنحي عن منصبك، لأنه الشعب يريد. نعم. لاحظ الفرق. نعم. نعم. وقبل يومين الشرطة في ولايتين أو ثلاث ولايات بوليفية اضطرت أن تقف مع المتظاهرين. نعم. وأعلنوا قادة الشرطة نحن من الشعب، وهذا الشعب ثائر، لدينا تعليمات تقول تصدوا للتظاهرات واقتلوا المتظاهرين، لكننا لا نستطيع أن نقتل شعبنا، هذول شعبنا المتظاهر، ذول البوليفيين أهلنا وناسنا، ولا يمكن أن نقف ضدهم، لذلك سنقف معهم. طيب. وخرجت الشرطة تظاهرت مع الناس، ويوم أمس مساء اضطر الرئيس البوليفي إلى إعلان استقالته. طيب. حقنا للدماء وإيقافا لمسلسل الخراب في البلد. طيب. المتظاهرين بالعراق خرجوا عشرات المرات، مئات المرات من عام 2003 لحد الآن، وعلى الأقل نتحدث من 11 لحد الآن. طيب. التظاهرات قدمنا بها أجمل الشباب، شباب بعمر الورد، قتلوهم غيلة وحقدا وكرها وبطريقة وحشية لا يمكن القبول بها، وتحدثون عن ديمقراطية، قتل يعني قتل من أجل قتل والانتقام والسحل، وتحدثون عن الديمقراطية، العالم كله صامت. طيب. ولحد الآن رغم هذا نتحدث عنه، أمريكا تقول انتخابات مبكرة، الأمم المتحدة راحت ما أعرف وين، العالم ما زال صامت. صحيح. وهاي الشباب دا تقدم أكبر التضحيات ودا تعطي أكبر الأمثلة، والعراق بلد مدمر منهار احتله وتم تخريبه ودمره، والعالم كله يعرف. صحيح. الكارثة العراقية، والكارثة العراقية جرت على كل دول المنطقة، لكن لا أحد يتحدث. راحت ممثلة الأمم المتحدة، نزلت إلى ساحة التحرير، وبغض النظر عن هذا الموضوع قلنا أن العامل الدولي للأمم المتحدة أن تنزل إلى ساحة التحرير، إذا هناك جرس، حسوا أن هالشباب حاولت أن تكون طرفا حكوميا لتضلل الشباب، لم يقبلوا الشباب. طيب. وقعدت بالتوك توك وهذه الحركات. نعم. نعم. كانت تحاول أن تضلل الشباب، لم يقبلوا التضليل الحقيقة، وصرحت تصريحات وغردت قالت التغريدات. قالت بأنه عام واحد لا يكفي لمعالجة. نعم. الأخطاء. للحد اللي قبل يومين كان عندها اجتماع مع ممثلي الشباب في فندق بابل. نعم. أحد الشباب يعني وقف لها قال لها تغريداتك توحينا أنه اللي يغرد مكانك فالح الفياض مو أنت. يعني فالح الفياض اللي يغرد مكانك، هاي التغريدات مال فالح الفياض وأنت تغردين بها بهذه الطريقة. نعم. عملوها وقالوا لها نرفض الأمم المتحدة ونرفض هذا تدخلكم وكل هذا الخراب اللي يتحدثون عنه. الآن راحت للسيستاني، والسيستاني يقول إذا الرئاسات الثلاثة لا تتجاوب مع الإصلاحات، الشعب ما يريد إصلاحات، الشعب الآن يريد تغيير. تغيير. وشنو الرئاسات الثلاثة ما تجاوب؟ ما هي غير متجاوبة. الآن لدينا أكثر من 600 شهيد، 700 شهيد من الشباب. صحيح. 15 إلى 16 ألف جريح، معتقلين، الناس نايمة بالشوارع، البلد كله منقلب، 17 سنة صار فساد وخراب، شنو المرجعية؟ الآن متوا الرئاسات إذا وافقوا إحنا لدينا طريق آخر، شو وقت هذا الطريق الآخر؟ لا. إلى أن ينفني الشعب، إلى أن تروح هاي الشباب الحلوة كلها الجميلة حتى تفكرون بطريق آخر. صحيح. ثم أنتم تقولون إحنا دولة مؤسسات ودولة ديمقراطية. لا. ما علاقة المرجعية بهذا الموضوع؟ هذا موضوع سياسي، ما الموضوع سياسي لو ديني، خلي دعونا إياه على قبلة. إذا كان الموضوع يعني الأمم المتحدة راحت للشباب وسمعت، يجب أن تقول رأيها. نعم. أن هناك حكومة تقمع الشعب،
والأمم المتحدة ما قامت إلا على أساس الشعوب، حماية الشعوب مو حماية الحكومات. طيب. فبالتالي الأمم المتحدة يجب أن تقف مع الشعب وتقف مع الحكومة. نعم. هذا الموضوع من الأساس خطأ، وفيه محاولة للتضليل ومحاولة للعب على حقوق الشعب. نعم. لن يقبلها. طيب. الشباب لن يقبل، وبعدين نقول إنه الشعب ما يرجع إلا تتحقق مطالبه، ما هو من أول لحظة. يعني هذا الشعب اللي قدم كل هاي التضحيات، هاي الشباب الحلوة راح يتراجع عن مطالبه، ومطالبه هي شنو؟ إسقاط كل العملية السياسية وإسقاط الدستور. هذه مطالبة تقدرون تحققوها حققوها، ما تقدرون هم سيحققوها بأيديهم. طيب أستاذ علي، إذا تحدثنا عن موضوع اختطاف الناشطين في ساحة التحرير وبقية الساحات، أيضا مهاجمة واعتقال الناشطين المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال الحصر الآنسة صبا المهداوي، هناك أيضا ملثمين يقومون بإطلاق الرصاص الحي وأيضا الغازات المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين. من الجهة بحسب رأيك، من الجهة اللي تقوم بعملية خطف الناشطين وخطف الثوار وإصابة المتظاهرين بإطلاقات نارية مصوبة إلى الرأس؟ من هاي الجهة؟ تعرفتوا عليها؟ قعدتوا في ساحة التحرير وأيضا يعني قلتوا مثلا بأنه اللي يطلق هذا الرصاص هو الجهة الفلانية، عرفتوهم منه؟ تفضل. غير هذه الجهة اللي تخطف واللي بتقتل، هاي الجهة هي نفس الجهة اللي ضربتنا يوم 1/10، هم القناطين نفسهم، هم الميليشيات نفسهم. سيدي، هي ترى معظم أجهزة الحكومة من وين تكونت؟ تكونت من دمج هذه الميليشيات. نعم. طيب أنا أسألك سؤال، أنت اليوم وبهذا برنامجك اللي العالم بيسمع كله، يتهمون المتظاهرين بأنه تتخلمنا مجموعات من المنتسبين. أنا أسألك سؤال بالله العظيم عليك، من 1/10 إلى أن قمعونا قبل زيارة الأربعينية، قمعوها للانتفاضة، القناصة اللي قتلت أسطح البنايات وضربتنا، ما طلعت الدولة وقالت هذولا مو من عندنا؟ زين، من وين صعدوا وزارات الدولة؟ فإذا الحكومة بها مندسين وليس نحن. إذا الحكومة تعتبر نفسها بها، فإذا خلينا نشوف المندسين اللي بها منهم. اللي يخطفونه واللي يقتلونه هم نفسهم اللي ضربونا وقمصونا يوم 1/10. شوف، اجتماع مجلس الرئاسات الثلاث البارحة صار حتى يناقش قضية المخطوفين والناشطين المدنيين وهاي الأمور. ليش هو كلفوا نفسهم يجهزون فد واحد من المستشارية اللي عندهم على بيت مثلا خطية البنية صبا المهداوي، أو راح واحد من عندهم قالهم للناس اللي قتلوا ولدهم يا بالبقية بحياتكم، في حين عضو ميليشيا ينقتل بالعمارة كل الوزراء يكون سرى حتى يعزون؟ نعم. تشوف صحيح. نعم. تشوف احنا قدام حكومه شلون تعاملنا بالزواجيه. يعني قبل احنا والله ما نعرف شو نقول، يعني ما نعرف. اما بالنسبه لموضوع الامم المتحده اليونايتد نيشن وتدخلها، نعم. وهي طبعا انا حاط هذا الموضوع اطرحه ضيفك، احنا اليوم عندنا خطه عمل بندعي لها، احنا راح نتجاوز موضوع اليونايتد نيشن بعد، يعني اخترناه وبعد انتهى الموضوع وبعد التغريدات اللي قامت فيها الممثله. يعني هي حتى اجتماعها ورمزيتها في صندوق بابل كان معروف للكثير من العراقيين. نعم. على كل المرة تقول هاي الأطر الأخرى، احنا اليوم نختار مجموعة 5+1 مثل عن 6 إلى 7 دول. نعم. تكون الطرف الثالث لضمان نقل السلف للسلطة. احنا بعد نعم نختار حتى اليونايتد نيشن لطالما ما سحب ممثلته من العراق، فإذا هو نعتبره طرف مع الحكومة. نعم. أنا أشكرك. أنا أشكرك شكرا جزيلا. الناشط المدني الأستاذ علي عزيز حدثنا من ساحة التحرير. طبعا مشاهدينا الكرام، إذا أريد نتحدث على تعاطي المنظمات الدولية مع ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة، لابد من أخذ رأي حقوقي دولي. تنضم إلينا مشكورة الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. أستاذة إيناس، هل أنت معنا؟ مو جاهزة أستاذة إيناس. دكتور، يوم الخميس الماضي رئيس أركان النظام الإيراني محمد باقري يقول على المحتجين، يتهمهم بأنه في العراق ولبنان طبعا، يقول هم يتلقون الأموال من أجل أن يستمرون بالتظاهرات. من اللي ينطيهم أموال؟ نعم. هذا الكلام ليس إلا يعني جزء من من سياسة كاملة بدأها خامنئي أولا عندما قال هذا الشغب ممول.
وعلى المخلصين في العراق ولبنان، كان يتحدث عن يعني التظاهرات في العراق ولبنان، على المخلصين في العراق ولبنان ان ينهوا هذا الشغب. هذا الشغب وهذا ضد شو اسمه، وهذا يستهدف استقرار وامن. اي استقرار واي امن واي بلاد؟ انت تتحدث عن ماذا؟ اولا هاي قضيه عراقيه خاصه. طيب وذول الشباب شباب عراقي مو شباب ايراني، ويتظاهر في مدن عراقيه وليست ايرانيه، ومطالبهم عراقيه تخص بلدهم وتخص سياسة بلدهم وتخص اقتصادهم ومجتمعهم وحياتهم. لا. ليس لها علاقة بإيران. تدخلك بهذه الطريقة يثبت مدى تغولكم، مدى فرضكم الوصاية على العراق وهذه الحكومات والميليشيات التابعة لكم. هاي أولا. الآن من يتحدث رئيس الأركان، وقبل تحدثوا كثيرين، إنه هؤلاء مدفوع لهم الثمن. من يدفع لهم؟ الآن ينقتل أي شاب من ذول الأطفال، ما تلقى بجيبه 20,000 دينار، طلعوا واحد بجيبه 5,000 دينار، ما بجيبه 5,000 دينار، فلوس بنزين مال التوك توك ماله ما عنده. ناس طلعوا من الضيم من القهر، هم اذا ممولين من الخارج عاد ايش يطلع؟ صحيح، ما يرقد ببيته مرتاح وفلوس بجيبه ويعيش مثلهم بدبي وما اعرف وين وفرنسا مثل عادل عبد المهدي، وعنده فيلا وعنده جواز فرنسي وعنده مثل غيره، ومثل المالكي عنده جواز ايراني و70 مليار ما اعرف وين. مينهم؟ شباب عاطل عن العمل وهم خريجين وهم فنيين وهم عمال وهم عراقي مهما كان شهادته، عنده شهاده ما عنده شهاده هو عراقي، يريد يشتغل هذا وطنه، يريد يعمل ويريد يبني حياته ويريد يساعد اهله، ونساء مرملات واطفال وشباب وشياب وكلهم حياتهم يطالبون بحياتهم. انت تقول لهم ذولا انتم ممولين، من يمولهم؟ ما انتم مولتوا الميليشيات وقتلوا العراقيين صار لهم سنوات. صح. اي واحد يقول ممول الميليشيات وانتم تتحدثون عن تمويل الميليشيات وتسليحهم، اي واحد يقول عنهم تقولون عليه كافر ملحد ما اعرف منو دخلوا ما ادري، وتقولون عليه بالاخير داعشي. طيب خلصنا من بعثيه وما بعثيه، خلصنا من عندها الان، وصلنا داعشي وما يمكن، خلصنا من عندها ارهابي دولي ما من هذا الكلام. صح. طيب شو تقولون على ذول الشباب؟ شباب بعمر الورد 17 و20 سنة عمره، استوى متفتح للحياة والبلد يبنى على أكتافه، هم ذول البلد لهم، لهم الحاضر والمستقبل. أنت تنازعهم في حقهم بالحياة في بلدهم؟ هم وين يظهرون؟ يظهرون بإيران؟ لو يظهرون بالعراق؟ ما علاقة رئيس الأركان؟ هو مو العيب عليه، هذا يتكلم أي كلام، مو عيب على خامنئي، خلي يتكلم أي كلام، بس عيب على من يقولون احنا حكومة وطنية وديمقراطية. لا يخرج واحد منهم ويقول له انت شنو علاقتك؟ شنو علاقتك؟ هذا الكلام لا نسمح به. صحيح. وزارة الخارجية ما يوقف وزير الخارجية يقول لا نسمح بهذا التدخل. ما علاقة خامنئي؟ ما علاقة رئيس الأركان؟ هذا وزير الدفاع اللي خاليه يقول انا وزير دفاع وخال فرقة داعش وغير فرقة تقتل من المتظاهرين. وزير الداخلية هذا اللي يفتر وشاي العالم يقشمر العالم. نعم. ما يوقف بالساحة ويقول يا با شنو علاقة إيران؟ تعال يا إيران شنو علاقتكم أنتم؟ صحيح. هذا بلدنا وذولا المتظاهرين ولدنا ذولا، ولد أخويا ولد أختي وولدي ولد ما أعرف منه، وجيراننا وابن عمنا وابن وقريبنا. أنتم شنو علاقتكم بالموضوع؟ والمطالب عراقية والهم عراقي والكارثة عراقية، أنتم شنو؟ إلا أنتم إذا كنتم ساهمين بهذه الكارثة، بصناعة هذه الكارثة واستمرار هذه الكارثة. طيب. وهي على الواقع. هذا اللي كان الناس المناهضين للعملية السياسية المناهضين للاحتلال يقولون من أول يوم، يقولون أن إيران بيت الداء، هذه تعاونت وتخادمت مع الشيطان الأكبر اللي يسموه الشيطان الأكبر. نعم. في تدمير العراق وصوله إلى هذه الحالة. طيب أستاذة إيناس جاهزة على التليفون؟ ها تمام. دكتور اذا نحكي على التدخلات، رئيس كتلة الصادقون يقول تصريح البيت الابيض اللي دعت الى انتخابات مبكرة يقول هذا تدخل بالشأن العراقي، وبالتالي هو يستغل الحراك الشعبي التصحيحي. ما هم هسه اعترضوا ويقول لك هذا امريكا دا تتدخل بالشأن العراقي، هم يرفضون التدخل. اولا هم يريدون ان يحولوا، هذا حديثهم. لا حد يتكلم إنه بالتغيير، يعني المواطن العراقي ظل سنوات طويلة يطلع يطالب بمي وكهرباء وما أعرف منه، هم يقمعوه. طيب
يعني ما يسمعوا له الان. لا احنا نسمع لك، احنا انت طالبنا بمي وكهرباء وتبليط الشارع وما اعرف شو نسوي، نسوي لك مجاري. اي ممكن نتفاهم وياك ونسوي في القضيه ممكن، لكن لا طالبنا بتغيير، تشيل هاي الاحزاب وتشيل الحكومه وتشيل العمليه السياسيه وتغير الدستور، هذا ما نقبل به. لا تحدث لنا، يتحدثون عن اصلاحات، المتظاهر لا يتحدث عن اصلاحات، وصل الى حد يا اصلاحات. نعم. شنو اصلاحات؟ هذولا مجموعة من الفاسدين، هذا الذي دمر العراق لا يمكن أن يكون وسيلة لإعمار العراق، لبناء العراق. هو أداة للهدم، لا يمكن أن يكون أداة للبناء. صح. فهذه واعيها المتظاهر، وكل المتظاهر، كل ذولا المنتفضين واعين هذه القضية. ذولا هم أساس الفساد وأساس الخراب. فكيف يمكن أن ننتظر منهم إصلاحا وتعميرا للبلد؟ هاي نقطة. طيب. الأولى بسرعة أستاذ إيناس، أخذها أحسن. طيب. أستاذ إيناس مرحبا بكم، الناشطة الحقوقية، أهلا وسهلا بك ست إيناس. ست إيناس، الحكومة اليوم يعني طالبت بتحقيق كامل عن جرائم الخطف اللي تمارس ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية القمعية، لكن ماذا عن جرائم القتل التي حدثت؟ يعني مما لا شك فيه بأن جميعها جرائم، يعني سواء كانت خطف أو قتل، وجميعها تتطلب المساءلة والتحقيق فيها. ولكن يعني هناك أولويات اليوم في التحقيق في الجرائم، هناك جرائم أشد جسامة من جرائم أخرى، ولا بد من إعطائها الأولوية. عندما نتحدث عن جرائم قتل اليوم بحق المتظاهرين، هناك جرائم يعني فظيعة، يعني ترتكب تعسف باستخدام القوة، أيضا تجاوز حتى في استخدام السلاح بمواجهة المتظاهرين، هناك إصابات في مقتل، وهذه كلها جرائم لابد من التحقيق فيها قبل الحديث عن التحقيق في جرائم القتل. جرائم القتل نعم هي جرائم، ولكن اليوم لدينا أولوية وهي جرائم القتل التي تحدث بحق المتظاهرين. دكتور رافع، إذا ما تحدثنا عن وزير النفط، وزير النفط حتى يلاقي مخرج ل لا قبل وزير النفط. نعم. أستاذ تكمل دكتور، فقط أقول لك إنه الحديث عن إصلاحات بهذا الشكل. نعم. ويتحدثون الآن، وقيس الخزعلي أيضا تحدث عن هذا الموضوع. نعم. نعم. نفس الموضوع. نعم. أنه أمريكا الآن بينت وضوح أنه مثل الحديث الإيراني. نعم. أنه مدفوع لهم الأموال. أمريكا الآن وراء المتظاهرين لأنها الآن تطالب بانتخابات مبكرة. شوفوا إذا أمريكا وراء هذه التظاهرات. هو لا يقول أنه كل هذا نظامه لتأسس من جاء به، يعني ما هي أمريكا في 2003 الآن يحاولون أن ينكروا مثل عادل عبد المهدي. نعم. لا أحد يتحدث يقول أمريكا أحدثت هذا اللي حصل بالعراق بال 2003. لا هاي. نعم. الأحزاب المعارضة هي أحزاب معارضة. نعم. أنت تضحك على نفسك وتضحك. نعم. على الناس، ما العراقيين عاشوا والناس كلها. صحيح. وتعرف ماذا حدث. نعم. وتعرف كيف أمريكا دخلت ومين جابتكم أنتم، مين لمتكم. صحيح. وجابتكم وشلون جابتكم، وسوت لكم مجلس الحكم وشلون، وسوت لكم أول حكومة شلون، وسوت لكم أول انتخابات. أول انتخابات بوش فرض حتى يوم الانتخابات. بالضبط. وفرض. نعم. منو يفوز بها. نعم. وشلون دفع الدستور ومن كتب الدستور، ما هذه كلها تاريخ حاضر. أنت تكذب على أحياء وأموات. ما هذه القضية، أنت على من تكذب؟ على من تضحك؟ أنت تضحك على نفسك وتكذب. نعم. على نفسك. فبالتالي هذه الأحزاب هي اللي جابتها أمريكا، وهي الميليشيات هي رعتها أمريكا. نعم. يعني أمريكا هي التي أسست هذه الميليشيات. نعم. داخل العراق بالتعاون مع إيران اللي جابت بدر وغير بدر. صحيح. وتأسسوها ولخدمتهم ونقروبونتي وجوكته، هذه اللي أسستها. ايه. في أمريكا الجنوبية نفس التجربة، فرق الموت أسسوها في العراق. ايه. وهذا وضعهم، وهم الذين يعني لغوا الجيش السابق وأسسوا جيش من الميليشيات والآن يقاتل الشعب. هذه حقيقة. نعم. لا يستطيعون أن ينكروها الآن. الآن أمريكا الآن أمريكا قوة تتآمر مع الشعب ضدهم. لماذا تتآمر على الشعب؟ ما هي أمريكا أرادت أن يصل العراق إلى هذا المستوى الرذيل. نعم. أرادت أن ينكسر العراق بهذه الطريقة، أرادت أن يدمر العراق، وهي اللي دمرت العراق. نعم. والجيمس ستيل هو صاحب مشروع. نعم. الميليشيات. نعم. في العراق. نعم. نعم. فبالتالي أمريكا هي اللي جابتكم وهي اللي رعتكم وهي ما زالت ترعاكم. صحيح. والآن قواعدها موجودة لحمايتكم، وهذه السفارة الأمريكية أكبر سفارة بالعالم في أمريكا هي التي تحميكم. على من تكذبون؟ صحيح. صحيح. خزعلي الذي قنع الناس أنه أمريكا عدوهم مثل إيران. مم. الشيطان. مم. الأكبر. نعم. ويتتخادم معه في. طيب. العراق ولا يفعل لها شيئا، وعطت. طيب. العراق ولبنان وسوريا وأمرح واليمن. طيب.
ست إيناس، المنظمة الدولية طالبت حكومة بغداد بالإفراج عن المعتقلين وأيضا عدم ملاحقة الناشطين. هناك حقيقة من يوجه العتب واللوم مثل ما ذكر دكتور رافع على المنظمات الدولية بأنها تقوم بتخدير المتظاهرين. تعتقدين أن الأجهزة الأمنية اللي قامت بقنص المتظاهرين وخطفهم، الحكومة لها سلطة على هذه الأجهزة الأمنية، خاصة أن أغلبهم هو تابع للميليشيات؟ يعني الميليشيات عندما دخلت العراق وأعطيت صلاحية وثوقة حمل السلاح في العراق دخلت بموافقة الحكومة، والاتفاق واضح وصريح بهذا الشأن. وقانونيا يعني هنا أقول بأن الميليشيات عندما دخلت العراق بموافقة الحكومة فالحكومة مسؤولة عن أفعال هذه الميليشيات، وصفها سلطة على هذه الميليشيات. الميليشيات اليوم لا تمثل سلطة قائمة بحد ذاتها، لأننا عندما نتحدث عن سلطة قائمة بحد ذاتها وتحمل السلاح، نحن نتحدث إما عن جماعة من المرتزقة أو جماعة من الأشخاص المأجورين للقتل، أو نتحدث عن محتلين، وهذه الحالات غير موجودة في العراق. نحن اليوم نتحدث عن اتفاق كان بين الميليشيات والحكومة العراقية لاستخدام هذه الميليشيات للسلاح بوجه المواطنين العراقيين. لذلك لا يمكن القول أبدا بأن الحكومة العراقية لا سلطان عليها على هذه الأجهزة وعلى هذه الميليشيات. ما يمكن القول بأن الحكومة العراقية فقدت السيطرة على هذه الميليشيات، هي مسؤولة حتى وإن لم تستطع كبح هذه الميليشيات من القيام بالجرائم والانتهاكات. الحكومة العراقية مسؤولة عن هذه الانتهاكات بوصفها اليوم هي السلطة القائمة على الأرض، وهي المسؤولة عن حماية الشعب، وهي التي يعني تتساءل عن هذه الحماية في حال تقصيرها في أداء هذه المهمة وهذا الواجب. نعم، سأعود إليك أستاذة إيناس، لكن أنتقل دكتور. المتظاهرين أول ما طلعوا يريدون خدمات التشغيل العاطلين عن العمل. وزير النفط ثامر غضبان أوعز بالتنسيق مع المحافظات، وذلك لتشغيل العاطلين عن العمل في شركات النفط. شركات النفط هي عراقية بالأصل حتى يقدر وزير النفط يعين عراقيين؟ ما هي هذا؟ نعم. هذا جزء من التضليل والضحك، يعني الضحك على أنفسهم ما يضحكون على الشعب، هذا الشعب يدرك. نعم. كل النفط العراقي مرهون لشركات أجنبية، هاي عقود التراخيص التي أعطيت من عام 2003 بدأوا عقود التراخيص هذه، أعطت كل النفط العراقي كل الشركات، يعني ألغت شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال العراقية اللي كانت تدير النفط العراقي بكل كوادرها وكل خبراتها كلها ألغيت، وأعطيت كل الحقول النفطية لشركات أجنبية محاصصة. حتى ترامب زعل، يعني زعلان على الحكومه هذه اللي موجوده والحكومات اللي انه احنا اللي جبناكم ندافع عنكم وحاميكم احنا، لكن تعطون بعض العقود لغير دول. طيب. فيجب ان تعطوها لشركات امريكيه ما تعطون غير دول. بالقلم العريض تكلمها وواضح بشيء. فالشركات هذه الاجنبيه ضمن عقود التراخيص وقعت مع هذه تسمي نفسها دوله وحكومه، وقعت معها هذه العقود مال التراخيص على ان تأتي بعمال الأجانب. طيب. لا أحد يتدخل، لذلك نسبة التشغيل من العراقيين في 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 المؤسسات النفطية في كل الشركات النفطية لا تتعدى 2%. يعني جوز جايب لهم مترجم عراقي يعرف إنجليزي وعربي حتى يمشي لهم أمور، جايب لهم محامي عراقي يعرف إنجليزي وعربي ويعرف ما أعرف منه، يعرف ياباني يعرف كوري يعرف صيني بهذه الطريقة. أما كل العاملين فهم أجانب وجايبيهم من برا ويتمتعون رواتبهم. للعلم يعني قبل فترة طلعت قائمة برواتبهم، رواتبهم من 5000 دولار إلى 80000 دولار شهريا. هذه الرواتب اللي تعطى لذولا ولد الخايبة العراقيين اللي هذا النفط مالهم اللي أرضهم شايلته، يعني حتى فلوس الإحمالة مال النفط ما محصلين. صحيح. الحقيقة يعني فقر يزدادون قهر ومرض وأذية. هذه مدينة البصرة اللي تصدر كل النفط هذا. صحيح. أسوأ مدن أسوأ مدينة بالعالم. صحيح. ملوثة بمناخها بترابها بأشجارها، بيوتها داوية، مياهها ملوثة، رائحتها كريهة مع الأسف. وهذول الشعب الطيب الجميل
أهل البصرة يعانون الأمرين، والموانئ تحمل النفط، ولا تقطعون المتظاهرين اللي توصلون من الموانئ، لأنه هذا يوقف الاقتصاد. أي اقتصاد؟ ماذا استفاد العراقي من الاقتصاد طوال 17 سنة؟ ازداد فقر، وازداد 10 ملايين يأكلون من المزابل، وأنتوا تثرون وحملتوا العراق ديون، رغم كل هذه الأموال الرهيبة. الآن العراق أكثر من 230 مليار، وما يتحدثون عن 120، أكثر من 230 مليار مطلوب، ربما أكبر، وإضافة إلى خدمة الديون. هذه الديون خدمتها مبالغ كبيرة جدا. صحيح. جدا. وبالتالي العراق مديون، والعراق مقيد بسلاسل لهذه الشركات. فوين التعيين بهذه الشركات؟ يعني يأمر لها ناقشوها المحافظ، ليش المحافظ يقدر يوصل الحق من الشركة من الشركات الأجنبية، ويقدر يوصل عقود تصل إلى 100 سنة و 200 سنة. صحيح. هذه النفط العراقي صادروه واخذوه احتكار، ويقولون ليش المواطنين يطلع الآن يريد يغير، يريد يشيل كل هذا حتى يرجع نفطه إلى ثرواته إلى وحياته إلى وأرضه إلى ومياهه إلى وسماءه إلى. طيب. هذه القضية هي. أستاذة إيناس، بسؤالي الأخير لحضرتك، مفوضية حقوق الإنسان اتهمت وزارتي الصحة والداخلية بحجب الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين، لكن هنا هل يعاقب القانون الدولي الإنساني على جرائم حجب الضحايا الذين يسقطون في التظاهرات وغيرها؟ طبعا بالتاكيد، يعني هذا امر مجرم وفقا للقانون، هذا يعتبر جزء من سياسه الافلات من العقاب، لاننا عندما نتحدث عن يعني جرائم ارتكبت ولم تصلح عنها الدوله ولم تحقق فيها ولم تحل مرتكبيها الى العداله، هذا تستر على هذه الجريمه، وهذا افلات وتعزيز للافلات من العقاب، وهو الامر الذي يعد مجرما وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. إضافة إلى ذلك، فإن إفشاء البيانات يعني يخشى بأنه ممنهج لدى الحكومة العراقية، لأن يعني هناك من الممارسات الأخرى مثل قطع الإنترنت الذي لا يمكن تبريره ولا تفسيره بأي شكل من الأشكال، خاصة عندما نسمع التصريحات الرسمية في العراق بأنه لا يوجد انتهاكات في العراق، وبأن التعامل مع المتظاهرين يتم وفقا للقانون. إذا لماذا يتم قطع الإنترنت؟ لماذا؟ يعني ما الغاية والهدف من وراء ذلك؟ الحقيقة هذا الأمر يضع شبهة، أيضا يضع الحكومة العراقية في شبهة تغييب الحقيقة وإخفائها، وأيضا التستر على بعض المجرمين، وهذا الأمر يقيم المسؤولية على هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال على كافة المستويات. يعني وهنا أتحدث سواء كان قوة أمنية أو قوة سياسية، على حد سواء أي شخص قام بإعطاء أمر بإخفاء هذه الحقائق فهو مسؤول، ويجب عرضه على المساءلة على الفور. أنا أشكرك الأستاذة إيناس، حدثتنا مشكورة من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. دكتور رافع، أخيرا بقيت لدينا ربما تكون دقيقتان، نفترض جدلا دكتور، شوي نرجع لبداية حوارنا، نفترض جدلا أنه تم تدويل الأزمة أو التظاهرات، القتلى التظاهرات والجرحى، وتم تشكيل لجنة تحقيق دولية، تعتقد بأن الحكومة يعني ستقتنع بهذه اللجنة، خاصة إذا تكون محايدة نوعا ما؟ إذا هو هذا المطلوب. نعم. هؤلاء المنتفضين، هؤلاء الذين ثاروا، سيجبرون العالم على أشياء كثيرة، اتخاذ أشياء كثيرة. طيب. هذه الحكومة لن يكون لها وزن في ذلك الوقت، سيساقون على أنهم مجرمي حرب. نعم. كلهم بددوا الأموال وقتلوا، وهذه كلها في رقابهم، وما يعرفون ذلك، لذلك يقاتلون. لكن دعني فقط أعلق على ما قالته في الدقيقة الأخيرة. نعم. قالت لماذا يقطعون الإنترنت؟ واحدة من الكذبات التي يعني كان الناس المتظاهرين يعني يهتفون في السنوات الماضية، كذاب نور المالكي. وهذا نور المالكي لا يشكل اسما فقط، لكن يشكل عنوان لنظام كامل، لعملية سياسية كاملة. نعم. يعني الآن من يهتفون كذاب عادل عبد المهدي. نعم. كذاب أي واحد، هم كلهم مجموعة من الكذابين الحقيقة. طيب. لأنه توصل الحالة، القتل في جسر السنك وساحة الخلاني، القتل واضح وال كاميرات تنقل الصور القتل، ويطلع ممثل عن وزارة الداخلية يقول هذه كل الأخبار عارية عن الصحة، لم نقتل واحد ولا نستخدم. نعم. السلاح. نعم. طيب منو قتلهم؟ يعني كائنات جت من المريخ، كائنات فضائية قتلت ذولا المتظاهرين. نعم. من قتلهم ذولا؟ وقعوا من كيفهم؟ هذه قنابل الدخان تدخل بالعيون وتصل بالرأس. من يوجه هذه؟
هذه القوات الملثمة من هي؟ يعني شغلة هذا القناص اللي قالوا هذا من عرفه من هو يقتل ببغداد ويقتل بالبصرة ويقتل بالنجف وبكربلاء وما يعرفوا هذا من هو هو، وهو واقف فوق وزارة الداخلية واقف فوق الأبنية الحكومية وما يعرفون هذا من هو. يعني هذا متسلل ما أعرف من جاي. القضية ذولا وصلوا إلى مرحلة من الكذب اللي ما عاد أحد يتحمله. فلذلك لا يمكن التفاهم معهم، لا يمكن قبول التفاهم معهم، لا يمكن قبول بأي عرض يعرضون. طيب. وصلت هذه قناعة الثوار، لذلك طريق الثورة ماضي إن شاء الله إلى أهدافه، وربي يحفظهم إن شاء الله ذول المتظاهرين أولادنا ويوفقهم ويرجعون العراق، يرجعون العراق ويفكوه من أسره. شكرا دكتور، حياك الله. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا. حياك الله. وكما أشكر، كان معنا ضيفا من بغداد الأستاذ علي عزيز الناشط في ساحة التظاهرات، كما أتوجه بالشكر الجزيل من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.